إذا نكون أوفياء إحنا. نعم نكون أوفياء. أوفياء. نعم. ومن الوفاء يا جماعة الخير. أيوة. سؤال بسألكم إياها الآن. نعم. السلام. السؤال يطلع منه أبو طلال، يطلع منه أبو نايف. نايف ويطلع منها الحسيني. طيب. خلنا. سؤال للشويش، أبو حسان وصالح. شوفوا يا جماعة الخير، حنا من طبيعتي أنا لا يمكن أثني على شيء ما جربته. لا. أمس لما جت صفوة الجوف بالبكج اللي موجود وقدموه لنا وكانت قيمته 219 ريال، فقمت أنا دخلت الكود اللي حاطينه على الشاشة وصار ب 197 ريال، أظنه 10 هللات أو 15 هللة. نعم. تذوقناه أمس. أنا السؤال اللي بسألكم إياه الآن سيسألكم الله عز وجل عنه. نعم. أبغى رأيك فيه. هذا الآن شوف هذا الكود. تأخذ الكود اللي هو BD1 وينزل لك من 219 إلى 197. وش اللي فيه؟ فيه نص كيلو عسل وفيه حمص. شوفوا الحمص، والله قالته أم عبد المحسن، أنا والله مو أنا اللي قالته أم عبد المحسن. نعم. قالت الحمص هذا حلاوته يوم العيد، إلى منك قطعت الحميس. أيوة. زين، وحطيت الحمص عليه. يا سلام. طلع لحم بالحمص. يا سلام. أبو صالح لا تجامل، كيف كان الحمص أمس والزعتر وال... أنا الزعتر وزيت الزيتون هذولي من أبراعيهن وأنا باكله. حلو. لكن العسل والحمص أمس لعبت وقضيت اللي عندي. ما يا سلام. جعله بالعافية. أنا أحب أغمس العسل والحمص. ما جعله بالعافية. والله جاز لي بالحيل وامس هو عشانه. ايه ان شاء الله. اي بالله تعشينا ما. اي والله امس الحقيقه ما خلاص. ابو عبد العزيز. والله انا حاسب ابو صالح العسل مع الحمص. مع الحمص. لكن شهاده لله. الزعتر والحمص انا العسل ما ذقته صراحه. وزيت الزيتون. والله ما شاء الله تبارك. ما شاء الله. ابو حسان. وانا ماني بعد الوجبه سالت قلت فين المندوب حق اي أيوة والله ابغى من 500 حقيقه اني كنت ابغى من 500 عبوه من الزيت يوم قلت لك ابغى والله اني ما يحتاج اما شهادتي انا شخصيا ايوه فيعلم الله اني استمتعت امس كل الاستمتاع باكل بالاكل من البكج ما شاء الله ترى انا ما نقول هالكلام والله ما لنا شيء لكن لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه احنا نحب لكم الخير ونبي لكم الخير فالكود موجود جربوه ما راح تندمون الحمص فيها كيسات كذا جميل حقيقة ما شاء الله فإذا جيت سويت الحميس حطوها عليه وادعوا لي وقتها عاد لا تنسوني من دعواتكم مسكت الحمص اي لا لا شغل صراحة فكرته يعني زينة بالحيل لا لا مرتب الصحيح انه مرتب طيب سؤالنا امس كان